فراسكم بلي انه المهمه نتاع ابليس الملعون ماشي غير الوسوسه فقط، ولكن حاول باش انه يحرق الوجه الشريف نتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ففي هذا الباب وردت اكثر من روايه اللي كتاكد محاوله الشيطان لحرق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو كيصلي او لا كيقطع عليه الصلاه، ولكن الله تعالى غادي يعصم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من الشيطان او من ابليس. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. عدنا والعود احمد، واخيرا رجعت من العطله وغادي نرجعوا للفيديوهات ديالنا نتاع نهار يه نهار لا باش نعودكم على كل ما فات. وكنوعدكم باش انني عمرني ما غادي نتخلى عليكم هذه الساعه، وغادي نثقفوا من جديد في ديننا ونتعلموا دروس من اخطاء غيرنا. فقبل ما نبداو في حلقتنا الليله، الله يصبر سوريا وتركيا والوطن العربي على هذا الشيء اللي كيعيشوا اليوم. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. شوفوا، احنا كمسلمين كنامنوا بوجود عالم الجن اللي فيهم طوائف، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم المفسدون ومنهم حتى العفاريت، لقوله تعالى: وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن عموما منحهم الله تعالى قدرات كتفوق القدرات ديال الانس، كانوا كيطلعوا للسماء الدنيا دون السحاب وكيسترقوا السمع وكينقلوا الاخبار الى الكهنه والسحاره، كما أنهم عندهم قدرات في سرعة التنقل اللي كانت فائقة، وعندهم القوة العظيمة اللي كتدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما عن إبليس اللي بغى يحرق الوجه الشريف ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دليلا على هذا عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن حبشي بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة كادته الشياطين؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار بغى يحرق بها وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهبط إليه جبريل وهو يقول له: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال لي سيدنا جبريل: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنتي الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعناه تيقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا عمرنا ما سمعناك تقول من قبل، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولد المدينة، زعما مربوط وكيلعب به الأطفال ديال المدينة، أخرجه مسلم. وهذا الحدث ما توقفش هنا، غادي يتعاود مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. فعن أبي هريرة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة باش يقطع لي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته، زعما خنقته، فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعون أو لا كلكم. ونتذكر القول تاع أخي سيدنا سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. فسيدنا جبريل عليه السلام علم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يتعوذ من شر الشياطين وبردة الجان بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا الدعاء لقيت بلي أنه ممكن حتى أنتم تدعيوا به صباحا ومساء باش تحصنوا نفوسكم وبيوتكم وحتى وليداتكم. فالجن كنا كنعرفوا بلي أنهم عندهم القدرة على أذية بني آدم، كيأذيوا من شاء الله أن يؤذوه منهم بالصرع وغيرها من الصنوف نتاع الأذية. الجن عندهم القدرة على أنهم يأذوا بني آدم، كما دلت على ذلك بزاف ديال النصوص. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل للوقاية من شرهم أسباب، طبيعة الحال لكل من أخذ بها كينجيه مولانا من شرهم، لا الحسي ولا المعنوي، وفي الأخير ما غيضروش كيدهم ولا حتى تأثر فيهم الوساوس ديالو.
من غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما سلمش من ابليس لولا عصمه الله، فابليس ما خلاش حتى سيدنا موسى. واحد النهار هاد ابليس لعنه الله عليه غادي يتلاقى سيدنا موسى وقال له: يا موسى، انت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليمه، وانا من خلق الله تعالى، راني ذنبت وبغيت نتوب، ودابا راني بغيتك انك تشفع لي عند مولانا باش يتوب عليا. موسى غادي يدعي لمولانا، وجه جواب: يا موسى، فقد قضيت حاجتك. سيدنا موسى غادي يتلاقى بابليس وقال له: قد امرت ان تسجد لقبر ادم ويتابع عليك. فاستكبر ابليس وغضب وهو يقول: ما سجدت ليه وهو حي، اسجد له وهو ميت؟ يا موسى، ان لك حقا بما شفعت الى ربك، فاذكرني عند ثلاث لا اهلك فيهن. اذكرني حين تغضب، فانا وحي في قلبك وعيني في عينك، اجري منكم مجرى الدم. اذكرني حين تلقى الزحف، فاني اتي ابن ادم حين يلقى الزحف، واذكر ولده وزوجته وأهله حتى يتولاه. وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرق، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. وأما عن إبليس وسيدنا عيسى عليه السلام، واحد النهار كان عيسى عليه السلام كيصلي على رأس الجبل، وجا عنده إبليس وهو يقول لعيسى: ألست تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال لي عيسى: نعم. وقال لي إبليس: فألقي بنفسك من شاهق، زعما من العلون تاع داك الجبل، لن يصيبك إلا ما قدره الله لك. قال لي عيسى: الرب يبتلي العبد وكيختبره، ماشي العبد هو اللي كيختبر ربه. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الفضل بن موسى البصري، حدثنا إبراهيم بن بشار، سمعت سفيان بن عيينة يقول: لقي عيسى بن مريم إبليس وقال، وقال لي إبليس: يا عيسى بن مريم، الذي بلغ من عظم ربوبيتك إنك تكلمت في المهدي صبية ولم يتكلم فيه أحد قبلك. أيقول لي سيدنا عيسى: بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم يميتني ثم يحييني. قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى. قال: بل الربوبية لله الذي يحيي من يشاء ويميت من أحييت ثم يحييه. قال: والله إنك لا إله في السماء وإله في الأرض. قال: فصكه جبريل صكة بجناحيه فما نباه دون قرون الشمس، ثم صكه أخرى بجناحيه فما نباه دون العين الحامية، ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه. وفي رواية أحد أخرى: فأسلك فيها حتى وجد طعم الحمأة، فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم. هذا إبليس اللي قالها. أما عن إبليس لعنة الله عليه مع سيدنا نوح عليه السلام، لما سيدنا نوح ركب السفينة ديالو شاف واحد الشيخ اللي ما معروفش، وقال ليه: نوح، شنو اللي دخلك؟ قال ليه: دخلت كي أصيب قلوب أصحابك، فتكون القلوب ديالهم معي والأبدان ديالهم معك. قال لي سيدنا نوح: أخرج يا عدو الله. قال إبليس: خمس أهلك بهن الناس، وغادي نقول لك منهم غير ثلاثة، أما الزوج الآخرين ما غاديش نحدثك بهم. وهنا مولانا وحال سيدنا نوح بلي أنه ما محتاجش لهاد الثلاثة، وقال لي: أمره أن يحدثك بالإثنتين. قال: بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان، الحسد والحرص، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها وأصبت حاجتي منه فأخرجه من الجنة. أما قصة تاع إبليس مع يحيى بن زكريا، قال عبد الله بن عبيد: أخبرنا أحمد بن إبراهيم العنبري، حدثنا محمد بن الورد قال: بلغنا أن الخبيث إبليس ظهر ليحيى بن زكريا وقال لي: إني أريد أن أنصحك. قال: كذبت، أنت لا تنصحني، ولكن أخبرني عن بني آدم. قال: وهم عندنا على ثلاث أصناف، أما صنف فهو أشد الأصناف علينا، كنقبلوا عليه حتى كنفتنوه وكنتمكنوا منه، ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فكيفسد علينا كل شيء اللي دركناه منه، ثم نعود له فيعود، فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا، فنحن من ذلك في عناء. المهم ما كيقدروش يتمكنوا منه. أما الصنف الآخر: في أيدينا بمنزلة الكرة، في أيدي صبيانكم، نتلقفهم كيف شئنا، قد كفونا أنفسهم. هذوك تمكنوا منهم. أما الصنف الآخر: مثلك معصومون، لا نقدر منهم على شيء. سيدنا يحيى غادي ينطق وغادي يقول ليه: على ذلك هل قدرت على شيء؟ قال: لا، إلا مرة واحدة، فإنك قدمت لك طعاما تأكله، فلم أزل أشهيه لك حتى أكلت منه أكثر مما تريد، فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. وهو يقول لي سيدنا يحيى: لا جرم لا شبعت من طعام أبدا. قال إبليس: الخبيث لا جرم، لا نصحت أدميا بعدك. وفي الأخير وباختصار مفيد، كان فهمه بلي أنه على المسلم لحماية النفس دياله بالأذكار، أذكار صباحية وأذكار مسائية، أو اللي يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حيث إذا قلت هذا الدعاء قالت لك الملائكة: قد هديت وكفيت وبقيت، وغادي تنحى عليك الشيطان ويخليك فرحتك.
وهذه هي كانت حلقتنا الليلة. انتظروني بعد غد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.